فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا استقبال الضيوف. لنا نحكي هون توا نبدو شويه الاختصاص، نستقبلوا معنا اللاعب الدولي السابق هيكل مجنم. هيكل اهلا بيك. اهلا بيك سام، مرحبا بيك انت زاده وبارك الله فيك. معناتها خليتني معناتها الداخل يعني في الحصه نتاعك. مرحبا يا اخويا في كل وقت هيكل. دونك ايفينمون اليوم ظهر لي كبيره تنظموه بخصوص الاكاديميه نتاع كره اليد، لو كنت تحكي لنا عليها اكثر تفاصيل تعطينا هيكل. والله اليوم ان شاء الله باش يكون معناتها اليوم الختامي نتاع اكاديميه كره اليد. تعرفوا الاكاديميه هذه معناتها بعثناها عندنا 4 سنين، بدينا معناتها بالسيت الاولاني نتاع حلق الواد وطولينا معناتها بالسيت الثاني في المنار. حبينا اليوم معناتها بتضافر جهود نتاع عام كامل نتاع مدربين ونتاع مسؤولين ونتاع لاعبين ودي بارون زاد اللي هما واقفين على اولادهم وكل، حبينا نعملوا حفله صغيره، حفله الاختتام اللي فيه معناتها الكره اليد ديما حاضره افيك دي ماتش معناتها اونفون بارون باش يلعبوا مع بعضهم، دلانيماسيون جو باش نعملوا زاد كيف كيف معناتها كادوات لي مايور لي مايور بروغريسيون على صاروا في الاكاديمي مش لي مايور جوار. ما تحبينا المره هذه نكرموا العباد اللي عملت بروغريسيون كبيره في العام هذا في الموسم الرياضي. وبالنسبه لنا احنا كما قلت لك معناتها هو يوم ختامي معناتها كما عرس نتاع الاكاديمي، حبينا نعملوه زيادة في استاد نتاع فوت اللي هو الاستاد ميتيك نتاع الشاد الزويتن. حبينا نخرج معناتها من الاطار نتاع الصاله وقاعه كره اليد، عملنا معناتها دي ستاد دو هوند في وسط استاد في الجازون. دونك بالنسبه لنا احنا نحبوها معناتها فرحه للوليد الصغار اكثر منها حاجه اخرى. سينو فماش بديت تطلعونا في الوليدات ولا مازلتوا شويه؟ والله احنا معناتها عندنا ديجا برشا ديزيليمون باهيين التحقوا معناتها بالكيبات كبار كما الترجي كما النادي الافريقي. عندنا بنيات زاده ما تمش كل الاولاد، معناتها عندنا بنيات، عندنا جيل نتاع بنات العام الجاي باش يلتحقوا معناتها بالمنزل الرياضي. وديزيليمون بالحق عنده مستقبل كبير في كرة اليد. يظهر لي العمل مع تلصار من المدربين السنوات هذوما الأخيرة ثم ديزيليمون باهين اللي يبشروا معناتها بكل خير، وثم ان تالون معناتها فريمون ثم ان جران تالون ثم ديزيليمون اللي ينجموا يوصلوا. نتصور معناتها كان تكون الإحاطة نتاعهم باهية في الجمعيات اللي يمشيو لها باش يكون عندهم مستقبل باهي في كرة اليد. دونك هيك البارح ظهر لي في موضوع اخر سمعنا في شمس فام، ظهر لي كنت صراحه ناوي تترشح لرئيس جامعه كره اليد هكا. والله النيه موجوده صحيح، معناتها ان نكون نترشح الرئاسه والا نترشح معناتها في قائمه معناتها في قائمه المكتب الجامعي الجديد الانتخابات الجديده. النية موجودة معناتها عندي معناتها 5 شهرين 3، لكن مازال الأوان معناتها ماك تعرف أنت الجلسة الانتخابية تأخرت، دونك مازال معناتها الوقت باش الواحد يحكي معناتها في البرامج ويحكي في ماهوش مؤكد هيك أنها تأخرت. تنجم تصير سنة زادة يبدو أنها حسب آخر الكواليس تنجم تصير معناتها مش بتأجل العام الجاي. والله أنا كي نشوف معناتها ما نكذبش معناتها رأيي أنا نحكي رأيي أنا معناتها الشخصي يظهر لي يعني ثم مدة نيابية نتاع 4 سنين حتى كان الألعاب الأولمبية تأجلت 2000 ما عندها حتى دخل. احنا يظهر لي يلزم في نهاية المدة النيابية اللي 4 سنوات تصير الانتخابات، وحتى كان معناتها ما ثماش انتخابات في نهاية المدة الانتخابية يظهر لي أقل حاجة انه يلزم روح جديده تدخل في المكتب الجامعي هذايا، ان الناس اخرين جدد يلزمهم ياخذوا المشهد، لان توا لو بيلون تاع ال4 سنين هذوما سي تان بيلون نيجاتيف سورتو لي بلون. معناتها هذا الواحد ما ينجمش ينكر، مش انا معناتها نجم نقيم معناتها لو بيلون، مي جو بونس كو لو بيلون سبورتيف والبيلون فينونسي الي كاتاستروفيك اللي هو لازم يظهر لي زاد المكتب الجامعي الحالي يخمم معناتها في التغيير كيما ينجم هو يعاود يترشح معناتها وينتصر. هذه حاجه ما فيهاش، كان الجمعيه تترشح المكتب الجامعي هذا ما فماش معناتها مشكل في هذاك. لكن انا يظهر لي معناتها من بعيد نشوف اللي هما لازمهم يعملوا انتخابات، معناتها ما فماش علاش تقعد تستنى معناتها 4 شهور ولا 5 شهور ولا عام
باش تعمل انتخابات، خاصة أنه معناتها ما عندكش ديسيسيون امبورطونت إلا في الحق باش تقول ما يلزمش تغيير ولا ما يلزمش معناتها ارتباك للفريق القومي. يظهر لي الشوط الجاي هي كأس العالم 2021 وما عنده حتى دخل يعني تحذيرات المنتخب ما يأثرش يعني إداريا في 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 الأبار معناتها لو شوا دو لونترونور سير معناتها هذاك هو البلوز امبورطون. ايوا لو انه هيك الاتحاد الدولي هو اللي طلب معناتها باش يكونوا واضحين ماهيش للجامعه هي اللي اجلت معناتها. انا قانونيا انا نحكي لك نحكي من البعيد معناتها قانونيا نشوف اللي هي لازمها تتعقد يعني الانتخابيه في نهايه الموسم الرياضي. معناتها نحكي انا كمحب معناتها قريب الكورتيد ما نحكيش قانونيا. إذا مثلا الوزارة وإلا الاتحاد الدولي يشوف أنه يلزم انتخابات بعد سنة أنا نشوفها مش لوجيك. فهمتك. مش من لوجيك خاطر أنا باش نتقدم ما عندها حتى دخل يعني. أنا نتصور أنت عندك قانون أساسي، عندك إطار رياضي يحط فيه اللي هو أنت شو اسمه معناتها المدة النيابية 4 سنوات. صحيح جا كوفيد وزاد ما ياثرش يعني، وحتى كان يعني ما فماش تاثير كثير. اش قلت لك ما فماش تاثير كثير على الرياضه؟ تقول لي في نهايه الموسم انا نفهمك، لان اليوم من نهايه الموسم زاد ما كملتش، ثم بطوله باش تلعب في اوت، في سبتمبر ثم الكاس. انا نتصور معناتها احسن حاجه انها الانتخابات تصير في اكتوبر في نوفمبر قبل كاس العالم. انا هذايا راي انا الشخصي، معناتها ما عندي حتى قانوني لا نعرف يعني شنو القوانين لا نعرف شنو اللوائح معناتها الدوليه اللي تقول. اما نحكي انا بالمنطلق المنطق معناتها. قلت لي عندك يعني هيك بديتي فما صار عندك فكره شكون باش يخدم معاك مع شكون باش تخدم لو كان انت تو في اسلام تو انا تقدمت لك على الاكاديمي انت جبت لي على مثال الاهم هو الوليدات الصغار قبل كل شيء. الزوز مهمين مثالش هيك المثالش. لا الاهم هو تطوير كرة اليدم. أكد لك لو تطوير كرة اليد هو أهم حاجة، لأنه تونس يلزمنا نرجع للمكانة بتاعنا ويلزمنا نرجع معناتها للتطوير ويلزمنا نرجع معناتها القوة في المعسكرات معناتها الاستاج نتاع الصغار، القوة في المواهب اللي يلزمهم يخرجوا. راك تعرف أنت تو كي تشوف معناتها الرصيد البشري حتى في الجونيور وفي الكادي وفي السينيور ما عادش عندنا رصيد بشري كبير راهو. بارابور لمصر معناتها ما نحكيش توا ليزيكيب اوروبيان اللي هما فاتونا برشا كيما الدنمارك والنرويج وذوك عندهم برشا صغار، ولا فرنسا ولا المانيا ولا اسبانيا عندهم برشا جيل كبير معناتها نتاع جايين معناتها جيل كبير. احنا مشكلتنا يظهر لي عندنا نقص معناتها في 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 في, في الزاد البشري، وعندنا نقص في النومبر نتاع معناتها اللاعبيه الكبار اللي تنجم تشوف فيهم امل معناتها في باش نهار اخر يلعبوا. اي تحفظ على الاجابه معناها شنو؟ نتاع كرة اليد اهم الاسامي اللي انت تحب تاخذها في الاخر. اي تتحفظ على الاجابه معناها؟ لا بيان سور بيان سور ما نكذبش عليك. شوف باش ما نقعدش عملنا معناتها ما نكذبش عملتها محادثات مع ناس تحب تخدم، ناس تحب تعاون يعني كرة اليد وتحب ترجع، لكن حتى شيء ما هو يعني مازال معناتها متاكد، لانه ماك تعرف كي تتاجل يعني الانتخابات ما عادش ثم معناتها مازال عندنا وقت. كان بعد عام الانتخابات ما عادش عندك وقت، معناتها مازال عندك برشا وقت باش تعمل ليست، مازال عندك وقت يعني باش تطور الامور، معناتها مازال في كمشروع يعني. واضح. ما نكذبش عليك معناتها مازال معناتها كمشروع. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك هيكل بالتوفيق. بارك الله ان شاء الله. ونشوفك بخير ان شاء الله. يعيشك. دونك مازلنا مواصلين في البلاي حتى للخمسة نحكي، وبعد شوية باسكيت باش يكون معنا اللاعب الدولي مكرم برمضان نحكيه على اختياره ضمن أفضل 10 من لاعبية في إفريقيا في آخر 10 سنين. مكرم باش يكون معنا بالتليفون يحكي على التتويج هذا ليه صحبة صالح الماجد وكذلك للرياضة التونسية. موزيكا بعد مواصلين.